السلام عليكم. مرحبا، كيفك؟ ذكرتيني؟ استاذ فراس. على راسي. شلونك؟ شو اخبارك؟ وين كنتي؟ والله كنت بالمركز. المركز؟ شو عم تاخذي دروس؟ اي والله. مين عم بيساعدك؟ اختي. انت كل يوم تاخذيها وتجيبيها؟ الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اشو ما بدنا نعطيك الكرسي؟ الله كريم. الله يفرح قلوبكم مثل ما فرحتم قلب الصبية أو الطفلة زريفة اللي بتعاني من شلل الأطراف السفلية. الحمد لله اليوم أمنا لها كرسي كهربائي حتطلع برا البيت، تطلع تتلقى تعليمها في مركز تعليم داخل القرية. الحمد لله اليوم صار عندها كرسي كهرباء وتطلع وتفوت على المركز. الله يجزيكم الخير ويجبر بخاطركم ويفرح قلوبكم يا رب.